أنا باز، أتمنى أن تلاحظوا الفرق. نونا، مرحبا بكم أصدقائي. فيديو جديد اليوم، سوف أريكم كيفية صنع عاكس للشمس. كيف؟ سوف حينما تقوم بتصوير فيديو أو صورة فوتوغرافية وتريد مثلا الشمس تأتي من الوراء وتريد أن تعكس الشمس بهذا الشيء الذي سوف أشرحه، كي تضوي في وجهك كي تكون الصورة واضحة. المهم نبدأ في الشرح. مثلا أنا إن استخدمت هذا يعكس الشمس كالمرآة، سوف لن يعطيني الإضاءة التي أريد، هي أن يكون الضوء خفيف، لا يكون مثل المرآة. لذا سوف بدأت في تغليف هذا عليها ورق الألمنيوم. سوف أكمل تغليف هكذا هنا وهنا وأكمل الفيديو. نسيت أن أخبركم، يجب أن تضعوا هذا الوجه الذي يلمع في الفوق، لأن الوجه الآخر لا يلمع كما ترون. هذا هو الذي يلمع، هو الذي سوف نضعه هنا في الفوق. كما ترون أصدقائي، هذه هي النتيجة النهائية. سوف أقوم بتجربته الآن معكم كي تروا. سوف أعكسه مع الشمس، انظروا. يقوم بتشتيت الضوء، لا يقوم بجعل الضوء في مكان واحد. سوف أقوم بتثبيته وأقوم بتصوير وجهي كي تروه كما ترون قبل هكذا. أنا باز، أتمنى أن تلاحظوا الفرق. نونا، كان هذا هو شرحي، وأتمنى أن يعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اللايك مال الأسفل بالتعليقات المحفزة أو كما كانت، واستفساراتكم وأسئلتكم سوف أجيبها بكل ما أعرف.